في العام 1839 احتل البريطانيون عدن وظلوا يحكمونها كجزء من الهند البريطانية حتى العام 1937 لتصبح ضمن التاج الملكي البريطاني. اهتم البريطانيون بعدن وحدها وتركوا بقية مناطق جنوب اليمن على حالها. أعلن البريطانيون إنشاء اتحاد الجنوب العربي في العام 1963، وهو اتحاد فيدرالي يجمع 15 سلطنة في جنوب اليمن لتخفيف حدة المطالب الداعية للاستقلال. تشكلت أول حكومة اتحادية في عدن في 18 من يناير 1963 بدعم وإشراف بريطاني، وتشكل جيش محلي من 15,000 جندي اتحادي حسب الوثائق البريطانية. تعاقب على رئاسة الحكومة الاتحادية 5 أشخاص كان آخرهم صالح العوذري. في تلك الأثناء كانت تتنامى المشاعر التحريرية في المنطقة ومنها عدن، فاندلعت شرارة ثورة أكتوبر بعد إعلان اتحاد محميات الجنوب العربي. بعد اندلاع ثورة أكتوبر بشهرين، وتحديداً في 10 من ديسمبر 1963، أعلنت بريطانيا حالة الطوارئ في عدن. وجاء إعلان الطوارئ عقب إلقاء أحد عناصر جبهة التحرير قنبلة أدت إلى إصابة المندوب السامي في عدن السير جيرارد كينيدي تريفاسكس ومقتل أحد مرافقيه. في يوليو 1964 أعلنت بريطانيا أنها ستنسحب من عدن في يناير 1968. في عام 1964 أرسل البريطانيون جيشهم إلى جبال ردفان للسيطرة على الثورة. قصفت القرى والطرقات وانتقلت عمليات الجبهة القومية إلى هجمات متفرقة في عدن. احتضنت مدينة تعز فصائل المقاومة وكانت منطلقاً لقياداتها. في 22 من يوليو 1965 انعقد في مدينة تعز المؤتمر الأول للجبهة القومية لتصبح أكبر فصيل مقاومة إلى جانب جبهة التحرير، وحظيت بدعم مصري. في 20 من يونيو 1967 تمردت فصائل من الجيش والأمن الجنوبي الاتحادي ونصبت كمائن للجنود البريطانيين وقتلت في يوم واحد 22 جندياً. في 14 من نوفمبر 1967 وزير الخارجية البريطاني جورج براون يعلن أن بريطانيا على استعداد لمنح الاستقلال لجنوب اليمن في 30 من نوفمبر 1967 بدلاً عن 9 من يناير 1968. نشرت الجبهة القومية قواتها على معظم مناطق عدن ثم مناطق الاتحاد وحضرموت بعد أن تغلبت على شريكتها جبهة التحرير. في 21 من نوفمبر 1967 بدأت المفاوضات في جنيف بين وفد الجبهة القومية ووفد الحكومة البريطانية من أجل نيل الاستقلال وانسحاب القوات البريطانية. في 29 من نوفمبر 1967 وقعت اتفاقية الاستقلال في جنيف بين الوفد اليمني الجنوبي برئاسة قحطان محمد الشعبي ووفد المملكة المتحدة بريطانيا برئاسة اللورد شاكلتون.